اهلا يا حلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. ربنا يجعل رمضان عفو ومغفرة بإذن الله. ان شاء الله النهاردة هنكون مع بعض في روتين في مقتطفات من يومي، برضو في شوية افكار كويسة قوي ان شاء الله تعجبكم وتستفيدوا منها. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان تبقي من مجموعة الحلوين اللي بيتابعوني تكوني انضمتي ليهم. واعملي لايك دلوقتي حالا علشان ما تنسيش في اخر الفيديو. طبعا اليوم مختلف جدا، بتكوني محضرة سبحتك ومحضرة مصحفك وتقرأي وردك دايما في رمضان علشان تقدري انك تستغلي ايام رمضان دي. انا هنا كنت بوريكم وبديكم فكرة عن الحامل بتاع المصحف بتاعي اللي انا بستخدمه. على فكرة يا بنات، ده كويس قوي لما يبقى في كل بيت الحامل ده وتستعيني بيه في القراءة وكمان في صلاة التراويح، واللي بيخليك تخلصي أكتر المصحف إنك بتصلي التراويح بترتيب الأجزاء اللي انتي ماشية بيها، فبيخليك تخلصي أكتر المصحف. حتى هنا أنا بوريكم إن أنا وصلت للجزء 15 ده من سورة الإسراء، كنت لسه هبدأ بقى في الباقي يومها، فكان مستعينة بالقراءة يعني في التراويح علشان أخلص بسرعة المصحف. طبعا المواعين ما بنستغناش عنها، دي حبيبتنا موجودة معنا في رمضان وفي غير رمضان، فأنا كنت بستعين بالغسالة. ولا غنى طبعا عن غسيل المواعين بالايد، فهي الغساله بس بتساعد، لكن اساسي المواعين بتتغسل بالايد زي الحاجات اللي ما ينفعش انها تتحط في الغساله. ولو كانت كميه الغسيل بتاعه المواعين كتير فطبعا بتعملي شويه على ايدك وشويه بتحطيهم في الغساله. هنا الغساله كانت محتاجه زيت، فانا بوريكم المكان اللي بيتحط فيه الزيت بتاع الغساله اللي هو مساعد الشطف. انا هنا بستخدم لوتفيك، فهنا لازم يعني ازود الزيت لغايه خلاص ما تتملي خالص المكان بتاعه المخصص ليه، واقفل عليها عادي بقى خلاص. وكنت حطيت النص قرص بتاع اللوتفيك برضو، هو ده بيخلي المواعين كويسه وبتنضف، مش لازم القرص كله على بعضه يعني بس. وشغلت الغسالة بقى وابتديت اليوم اللي انا هشتغل فيه. هنا نورت اهي الاتنين اللي نوروا دولت، اللي فضلت لوحدها النورة دي بتاعت الزيت. اول ما تشتغل الغسالة فهي اللمبة دي خلاص هتطفي وخلاص كده، يبقى انا كده عملت اللي عليا وزودت اللي هي محتاجاه. بصوا بقى حلوين، انا هوريكم دلوقتي الطريقة بتاعت حفظ خلطة المحشي في الفريزر. اي وقت تطلعي الخلطة دي هتطلعيها تحطي عليها الرز وبقية التوابل بتاعتك والبهارات وشكرا، بس كده. انما بقى ان انا اعمل الرز مع الخلطة دي واشيلها في الفريزر غلط، الرز هيتكسر وهيبقى معجن وطبعا مش هيبقى حلو في الاكل. طب هتقولي لي عايزه احشي المحشي واحطه في الفريزر محشي كده زي ما هو، هقول لك لا غلط برضو، عشان الرز برضو هيتكسر. وممكن تعملي كده في ورق العنب ممكن الكرومب، انما الفلفل والكوسه والبتنجان لا، هيجلد. الخلطه اللي معايا دي لاي نوع من انواع المحشي وتحطيها في الفريزر وشكرا، تمام. هنا دي طماطم مبشوره من غير قشر بس كده، ده بصل مفروم، ده الخضره بتاعه المحشي، شبت بقدونس، كزبره متقطعين كده بالشكل ده. هنا نعناع ناشف او ممكن نعناع فريش، وده فلفل اسود من التوابل اللي هستخدمها للخلطة دي، فلفل اسود بس. ليه؟ علشان الريحة بتاعت البصل ما تطلعش برضو هي في الفريزر، وهو في الفريزر نحط عليه فلفل اسود مش هيحصل اي حاجة خالص، والبصل هيفضل زي ريحة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنحط الفلفل الاسود ده وهندعك بيه البصل كويس، يعني هنقلبه في البصل كده اهو علشان ريحة البصل بس مش اكتر. دي ما تعتبرش توابل من او بهار من بهارات الخلطة بتاعت المحشي، لسه هنكمل الخلطة وهنزود برضو فلفل اسود لما نيجي نعمل المحشي ونضيف عليه الرز المغسول ودمتم، تمام. ادي اول حاجة اهو هحطه هنا، وهنا هحط عليهم الطماطم المبشورة كويس قوي قبل ما احطه، محطوش زي ما هو كده، هفرك ما بين صوابع ايدي كده كل الكمية. تمام، هنقلب كده كله مع بعضه اهو كويس قوي.
الكمية دي تعتبر كبيرة لأكلة واحدة، كل واحدة عارفة أكلتها وعدد أفراد أسرتها والكمية اللي هي بتستخدمها. أنا بالنسبة لي الكمية دي كبيرة، على إن أنا لسه هزود رز كمان، وكل ما تبقى الخضرة كتير كل ما يبقى أحسن القيمة الغذائية بتاعها، وطبعا الرز مش هيبقى كتير، هناخد الفايدة أكتر. أنا كده جبت البتاع ورولين كل اللي أنا هستخدمه، الجزء التاني خلصت خلاص، ودي الرول اللي معايا، ودي الكيس التاني. يبقى هما دول حطيت في المحشي، حطاه في الفريزر وقت ما نعمل محشي، واحنا قلما ما بنعمل محشي اطلعها اضيف عليها الرز وباقي التوابل اللي انا عايزاها وشكرا. انا ما بحطش توم للخلطة بتاعت المحشي، ومن فوقها دبس الرمان فوق الوش والشوربة بتاعتها وخلاص شكرا. دلوقتي بقى هنعمل شربات الحلويات الشرقية التقيل اللي بنستخدمه في الكنافة وفي القطايف وفي البقلاوة وبلح الشام وفي الزلابية. هقول لكم السر اللي بيخليه ما يسكرش ولا يعمل بلورات. هنا هحط نص لتر من المية، يعني كوبايتين من المية يغلوا، وانزل عليهم بكيلو من السكر. تسخيني للمية من الاول ده هو السر اللي هيخليه مش هيسكر ولا يعمل بلورات. هنزل عليه بنص كوب من العسل، هنزل عليهم شريحة من البرتقال وعود من القرفة الخشب، وهسيبه على نار عالية ومش هقلب خالص لغاية ما يغلي. زي ما احنا شايفين الشربات اهو بدأ ان هو يغلي في الوقت ده، في الغليان اللي هو فيه ده. هنزل بشريحة من الليمون، وفي نفس الوقت عصير ليمونة كاملة، واسيبه كده على النار حوالي 10 دقايق. هجيب طاسة او كسرولة على النار وانزل عليهم بمعلقتين من السكر هكرملهم. خلاص هو بدأ ان هو يتكرمل معايا، خلاص كده اخد اللون اللي انا عايزاه. الوقت ده هنزل عليه، دلوقتي هنزل عليه بكذا مغرفة من الشربات اللي بيتعمل على العين التانية علشان اخففه. اخففه شوية وافضل اقلب فيه بالشكل ده. على لو في اي كراميل في القاع بتاع الكاسرولة ده متكلكع تحت يتفك شوية بشوية بالسائل بتاع الشربات اللي انا نزلت. كل ده انا بفكه بالشربات، تمام، بخفه عشان يتفك. هنا بقى هنزل في الوقت ده برشة من الفانيليا، سواء فانيليا سائلة او فانيليا باودر، تمام. في الوقت ده هنزل بالكارميل اللي انا عملته، وبعد ما انزل بالكارميل ده انا هقلب بقى عادي جدا، لانه غلط طبعا من الاول ان احنا نقلب او نحط اي معلقة في السكر والمية اللي كانوا بيدوبوا في الاول علشان ما يسكرش كمان. والعشر دقايق خلصوا وهنطفي عليها في الوقت ده، هسيبها لغايه ما تبرد خالص، يعني تبقى دافية حاجه بسيطه، واحطها في البرطمان اللي انا هشيله فيه. دلوقتي انا هطفي، خلصت خلاص. وده شكلها بعد ما بردت. قدرت في الوقت ده ان انا انقلها في برطمان محكم بالشرايح بتاعه البرتقال وشرايح الليمون اللي فيها، وفضل عندي قاعد ما سكرش خالص وزي الفل وطعمه رائع، هيعجبكم جدا، لازم تجربوه.
احلى حاجه لما يبقى يوم كده عندك الفطار بتاعك وما تدخليش المطبخ بقى تعملي حاجه من الاكل للفطار، تعملي بقى الحاجات اللي ناقصاكي زي الشربات اللي انا عملته ده، زي خلطه المحشي. دلوقتي بقى هبدا ان انا اعمل شويه من القمر الدين كده، ان انا انقعه في شويه من الميه المغليه علشان يطرى شويه، علشان اضربه برضو في الخلاط، لان العصير ده بنشربه يعني بعد التراويح بالليل كده على الساعه 10 ولا حاجه. فانا يعني نقعته وسبته شويه بقى حوالي 3 4 ساعات كده في الميه المغليه بتاعته، وانا قطعته كده بالمقص علشان كان جامد جدا. انت لو قطعتيه بسكينه او مقص يبقى احسن عشان ايديكي، والاحسن انك تغطيه علشان يفضل البخار اللي جوه مكتوم فيطري اكتر القمر الدين. الميه السخنه المغليه اللي انا حطيتها فيه، شايفين ده ازاي؟ دي بقى حاجات بسيطه خالص، واساسا طريت القطع دي طريت خلاص، فهتضرب كويس قوي في الخلاط معايا. هبدأ ان انا احطها دلوقتي في الخلاط، ممكن ازودها شوية من المية عشان الكثافة تقل شوية، لان الكثافة دلوقتي تقيل قوي. تمام، هحطه في الخلاط واخلطهم مع بعض ونشوف. كتمت لكم صوت الخلاط اهو، صوته مزعج جدا. بدأت ان انا اخلطه اهو كذا مرة. هبدأ دلوقتي بقى ان انا اصب. اعمل الكمية دي معايا دلوقتي، انا هصبهم بقى في كوبايات ونشربهم بقى ان شاء الله بعد التراويح. عايزاكم تبعتولي على انستجرام، في بنات بتبعتلي عمل الاكلات من اللي انا كنت بعملها هنا على القناة. عايزة اقولكم ان انا اصلا عمر ما كان يجي في بالي اصلا ان حد يعمل اكلة ورايا ويطبقها، بس بفرح جدا لما الاقي بنات كده بعتلي. ابعتولي انتوا كمان اكلات من اللي انا كنت بعملها وريهالي على انستجرام، وانا هنزلها ستوري باسمكم. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الافكار اللي انا اديتها لكم، واستمتعتوا بالروتين اللي انا قدمته النهارده. وبكده يكون الروتين بتاع النهارده خلص. هسيب لكم لينك صفحتي على انستجرام، واكتبوا لي رايكم في كومنت تحت الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا له لايك وتفعلوا جرس التنبيهات، هيوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي الجديده. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.